يا مساء الفل والجمال على أهل ضيوف، أهلا بيكم. كل ما كانت الحاجة بسيطة كل ما كانت جميلة. تخيلوا بقى لو الحاجة دي صناعة يدوية، مش بس كده، دي صناعة مصرية بمستوى عالمي. يشرفني يكون في ضيافة النهاردة أستاذ شريف عادل، صاحب براند ستور. أهلا بيك يا أستاذ ازي شريف. حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. عايزين نعرف مشاهدين ضيافة بيك أكتر. تمام. وانا شريف عادل، عندي 24 سنة، خريج ارشاد سياحي واونر لبيت شيكو ستور. بدأت المجال ده ازاي وامتى؟ بصي يا حضرتك، كنت في ايام الجامعة وكده، كان صحابي يسألوني دايما على الفضة وعلى الحاجات دي، فلقيت ان الموضوع شدني اكتر من الفضة، لان انا دايما كنت بلبس حاجات ملحوظة ان في اختلاف عن الباقي اللي بيلبسها بس. ومن سنتين بدأت اونلاين، اتشجعت ان انا اعمل فيديو وكده واشتغلت عليها، وربنا كرمني فتحت ورشة في الحسين، ورشة تصنيع بنفذ فيها الشغل بتاعي. يعني ممكن اجيب لك تصميم وتنفذه؟ اي تصميم حضرتك ممكن تجيبيه بننفذه. طب والورشة متخصصة بان هي تعمل تصميمات خاصة بيها؟ يعني انت احنا ممكن بنعمل تصميمات خاصة بينا، وكمان العميل لو عايز يضيف اي تصميم او اي حاجة خاصة بيه هو، احنا بنعملها له وبنضيف عليه، لو هو حابب ده بنضيفه عليه، غير طب كده بالنسبة لتصميمات البراند، يعني التصميمات الخاصة بالبراند، بتستوحي تصميماتك دي منين؟ سواء احنا مقرنا في المعز وكده، وانا اصلا من اسوان، فيعني المناظر الطبيعيه، شويه براندات برضو، بتفرج على شغل كتير اوروبي وبحاول اعمله بالشغل المصري بتاعنا اللي هو يناسب العملاء بتاعتنا. احنا ممكن نشوف صور ال products. عايز اعرف يا شريف، يعني وانت بدأت تخش في المجال ده ايه الصعوبات اللي قابلتك؟ يعني انت بتقول الاول انت بدأت اونلاين. طبعا الامكانيات، يعني انا كنت بنافس شغلي عندي ناس في ورش، فما كانش بيطلع بالكواليتي اللي انا عايزه، فبدات ان انا اركز في الموضوع اكتر، اخد يعني اقرا عليه، اتكلم، اشوف الموضوع ماشي ازاي، وبدات ان انا انفذ الموضوع ده بنفسي في الورشه، فربنا كرمني فيها اكتر. يعني دي الصعوبات اللي كانت بتقابلني، ان محدش عارف يطلع الشغل بالكواليتي اللي انا بطلعه دلوقتي. طب وبعد كده دلوقتي انت بقى عندك ورشة، انا عندي ورشه حاليا وبعمل فيها شغل ومعايا ناس بتساعدني فيها. في صعوبات بتقابلك اكيد، يعني عندك مشاكل دلوقتي مثلا او مفيش مشاكل؟ لا، هو الصعوبات الاول كان في تاخير الاوردرات على العملاء، بس بعد كده بقى في نظام دلوقتي عندي، وفي اكتر من حد شغال، وفي بنات ماسكه البيج دلوقتي. تمام. طيب عاوزين نعرف انت، يعني انت بدأت اونلاين بعد كده. طب احنا بنتفرج دلوقتي على الصور دي، ممكن تاخد منك وقت قد ايه في التنفيذ؟ هو احنا عندنا اي شغل هاند ميد بياخد من 4 ايام لاسبوع بالتوصيل، يعني بيوصل لغايه المنزل في خلال ده لو اسبوع. تصميمك تصميم وتصميم العميل، احنا والتنفيذ، اوريدي ولا التنفيذ يعني هي مقصود كلامي انت رسمت ديزاين وصمم ونفذته بياخد منك وقت قد ايه؟ ولو اوريدي العميل جايب لك تصميم بياخد منك وقت قد ايه؟ لو العميل جايب لي التصميم بياخد 4 ايام لغايه لما احنا نجهزه، لانه لسه بناخد التصميم منه، بنعدل عليه برضه، مش بيبقى جايبه بكواليتي بروفيشنال، بيبقى صوره، فاحنا بنصممه على الكمبيوتر، بعد كده نطبعه على مكنه ليزر وبننفذ الشغل، وبعد كده نبعته له. طب لو التصميم بقى بتاعك من الالف للياء بياخد وقت هو قد ايه؟ يعني ممكن ما ياخدش الوقت اللي العميل جايبه لي فيه، هو يعني التصميم بياخدش وقت كتير، يعني هو نفس المده تقريبا. يعني طيب نفسك توصل شيكو ستور لفين؟ هو طموحاتي كبيرة شوية، يعني نفسي يوصل في كل محافظة في مصر، يعني يبقى ليا ستور في كل مكان في مصر، يبقى براند يبقى عالمي براند عالمي. هو يبقى الأول في مصر، يلف في مصر، وبعد كده براند عالمي يعني ان شاء بإذن الله. الله. طيب خلينا نرجع لسؤال الصعوبات اللي بتقابلك دلوقتي. ايه هي، يعني ايه اللي ممكن يكون بيقابلك دلوقتي مشكلة شايفه ان انت عايز تحطه في البلان بتاعتك ان انت تحلها هو قدام؟ الإمكانيات، يعني أنا الورشة عندي بننفذ، بيبقى شغل كله هاند ميد، بيبقى ناقصه مكان تكلفته عالية شوية، احنا كمان فقريب معانا بإذن الله فيديو نعمله. وانت بتنفذ حاجات ليك، على مكنة فياريت الليزر. نعرضه. خلينا يا شريف نتكلم عن الحاجات اللي انت جايبها معانا. يعني انت مش بتنفذ بس اكسسوري، انت كمان ممكن تعمل سبح، ممكن تعمل حاجات على طقم قلمة على كامل المحافظ. ده حد بيبقى طالبه، بتبقى عبارة عن سبحة باسمه، ميدالية باسمه مثلا، وقلم باسمه، ومحفظة، وبيبقى اللي هو زرار بدلة. هنتفرج على الفيديو بتاع تمام. الورشة بقى. الشغل ده اخد منك وقت قد ايه؟ تنفيذه وتصميمه ما خدش يعني يوم يوم؟ يوم. لا بصراحة رائع. دي مكنة ليزر اللي دي شغالة مكنة صح؟ ليزر، واحنا بنصمم الاول المنتج، بنصممه على الكمبيوتر، بعد كده بنضربه على مكنة ليزر، بننفذه على مكنة ليزر. كلمني كده عن مراحل طيب التصنيع. يعني انت بتقول انت بتنفذ وليزر، بس في حاجات تانية بتتعمل؟ يعني انت خلاص مكنة الليزر طبعت الحاجة، بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده بنروح بيها الورشة،
بناخد البلاكه اللي هي بمطبوع عليها الديزاين المعين، بعد كده في حاجه اسمها نشر، بننشر المنتج بعد يعني بمنشار، بعد كده بتنزل القطعه اللي حضرتك مثلا دايره او قلب على حسب، بعد كده بتعدي على مرحله اسمها طله، في طله بلاتين، ده طبعا على حسب ما العميل عايزها، يعني لو حاجه حريمي بتبقى بلاتين عشان تبقى مديها لمعه اللي هي الفضه ايوه، يا يعني، اما بنلمعها وخلاص بتروح للعميل جاهزه على طول. بتقدر تصمم ايه تاني يا شريف غير ان انت ممكن تعمل طقم كامل او الكوليكشن، حاجات تانية غير الكوليكشن والصور اللي احنا كلها شفناها؟ باسامي، خواتم باسامي ايه وانسيالات، يعني اي اكتر اوردر بيجي لك تنفذه؟ الحاجات اللي بيبقى مكتوب عليها اسم العميل، دايما بيحب يميز نفسه، فبيبقى حابب حاجه تكون مكتوب عليها اسم، حاجه مش كله لابسها، فهو بيميز نفسه باسمه واسم حد بيعزز عليه او كده. انا بشكرك جدا يا الله شيف، يخليك، الله يخليك، شرفتنا الله ونورتنا، يحفظك، الله يخليك. وكل اللي حابب يتواصل مع براند ستور شيكو شيكو ستور ستور يقدر يتواصل عن طريق الفيسبوك شيكو ستور انستجرام، او الانستجرام شيكو ستور برضو، او يروح لهم العنوان تمام، بتاع الورشة. في فين حارة العنوان؟ اليهود جنب مسجد الجامع الأبيض، جنب مسجد جامع. طيب انا بشكرك جدا يا تمام. شيف، الله ومع يخليك، الله الاسف يحفظك، خلص وقت فقرتنا. الله يخليك، انا انا شرفت جدا استمتعت بيك جدا والله بالفقره والله دي، اكتر، والله الله واتمنى يخليك، اشوفك كتير قوي معانا. باذن الله قريب. دايما محتاجين تشجيع وتفاؤل وحبه بوزيتيف انرجي، ودايما بندور في حياتنا على اشخاص يدونا الطاقه الايجابيه دي. خلونا نطلع نشوف تقرير صغير معانا ونرجع نرحب بضيف فقرتنا التاني كابتن محمد البامبي مدرب الفتنس. كتير مننا حابب يحافظ على رشاقته وجمال جسمه، بس مش عارف ازاي، او بمعنى اصح الاكل الحلو مغري قوي. يشرفني النهارده يكون في فقرتي التانية كابتن محمد البامبي مدرب الفتنس. اهلا بيك يا كوتش. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. في البدايه كده خلينا نتكلم عن رياضه الكاليستانيس. كاليستانيكس. كاليستانيكس هي كلمه غريبه ورياضه غريبه، يعني احنا على طول رايح الجيم اشيل شويه حديد واجري شويه على التراك وخلاص، شك وممكن العب شويه زومبا. أيوة ده كبرنا في الجيم ده لو رحنا. فخلينا نتكلم عنها اكتر. هي الفكره اللي معناها القوه والجمال، ده اختصار الكلمه، كلمه يونانيه اصلا، لكن الاصل فيها ان انت بتتمرن بوزن جسمك، يعني ان المقاومه اللي انت بتحطها هو التمرين عباره عن ايه، ان انا بحط مقاومه لحركه العضله فالعضله بتبدا تكبر. فالفكره ان انا بعمل بوزن جسمي المقاومه دي. ابسط امثله عليها هو الضغط والعقله. انا في الضغط مثلا ببقى وزني مرمي على الارض وبحاول ازقه لفوق، في العقله برضو كذلك ببقى انا تحت وبحاول اطلع لفوق. الفكره الاساسيه في الموضوع او اللي بيبعد الناس عن الموضوع، يعني في ناس بتنقسم لشقين، في ناس بتشوفها صعبه قوي لان هم بيشوفوا جزء منها اللي هو بيسموه ستريت ورك اوت، او اللي هو الفري ستايل بتاع الناس تتشقلب على البار او كده. وفي ناس تانية بتحس ان هي سهله قوي، طب ما انا وزن جسمي بعد شويه خلاص هتعود عليه وهيبقى سهل. لا، هو الحقيقه الاثنين بيبقوا غلطانين، لان دي اللي هو الفري ستايل ده بيبقى ليه بدايات، هو فيه خطوره اكيد بس بيبقى ليه بدايات وبتعرف تتمرن عليه زي الباركور مثلا اللي هي الشقلبه وكده. بالاضافه ان الجزء الثاني ان الموضوع ليه تطورات كتير قوي، يعني بتوصل لمرحله ان انت ممكن تقف على ايدك وتعمل ضغط وانت في الهواء، فدي مش مرحله انت هتوصل لها في سنه، يعني في شهرين ثلاثه. طب انت ايه اللي خلاك وقت تسيب الجيم والجانب كله احنا دايما بنجري عليه وتتخصص في الحته دي او تروح للجزئيه بتاعت الكاليستانكس؟ هي الفكره كلها ان انا بصراحه اول ما بدات كنت بحاول ادور على طريقه يعني تزيل العوائق قدامي، اللي هو ايه، فكره انا كنت اصلا رفيع قوي، فكانت فكره ان انا لسه هروح الجيم والتزم، واصلا انا بالنسبه لي موضوع الجيم ده كان حاجه مبهمه، يعني عايز اقول زي لك في ناس معظم بتدفع الناس والله الاشتراك وبتقعد في البيت، ممكن تروح يوم تقعد بقيه الشهر في البيت، يعني مش هقول ان انا بعمل كده. هي الفكره ان انا بدات ادور على النت وانا عايز اتمرن في البيت، فقلت يعني ممكن اجيب حديد او كده، بعد كده لقيت فكره التمرين بوزن جسمك دي فعجبتني قوي الفكره في سهولتها، يعني وان انا مش محتاج اصلا اجيب اي حاجه، بالاضافه ان تتمرن في اي مكان، وكمان فكره ان هي تطوراتها يعني ممتعه، ان انت مش مجرد بس هتزود وزن يوم ما تتطور، لا انا هعمل حركه مختلفه خالص يعني اللي انا بعمله، يعني مثلا بدل ما بعمل ضغط عادي لا هبدا اعمل ضغط مثلا بسقف، هبدا اوصل لمرحله ان انا بعمل ضغط بايد واحده، هبدا اعمل ضغط بيسموه ارشر بتبقى بايد بعيده وايد قريبه وهكذا. في العقله برضو في تطورات كتير جدا، بالاضافه هو اللي بيميزها قوي فكره الثباتات، هي يعني اللي بينشر او المعروف عن الفكره
اللي هي الثباتات، ناس في حركة اسمها بلانش، انت مجرد بتقف على ايديك بس ورجلك بتبقى في الهواء. في حاجات اسمها فرونت ليفر، ان انت بتبقى متعلق في البار وانت كأنك نايم في الهواء. احنا ممكن نشوف كل التمرينات اللي انت بتقولها دي عند الشانل بتاعت كوتش محمد البامبي، هي موجودة على اليوتيوب. يا ريت يعني كل الناس بجد تخش تتفرج عليها، اللي حابة تتمرن في البيت واللي حابة تبدأ. يعني هي فعلا شانل غنية وهو بيعرض حاجات كويسة جدا، يعني ممكن تتابعوها. وانا الفكرة كلها ان انا بحاول ابسط الموضوع جدا عشان يوصل لناس كتير في طب انت الموضوع. ايه الصعوبات يا كابتن محمد اللي قابلتك؟ انت قلت في البداية انت حبيت تهرب من تكلفة الجيم مثلا والحديد والكلام ده، فده اللي خلاك تتجه للرياضة دي. ايه بقى الصعوبات اللي قابلتك وانت بتتمرن او انت بتلعب كاليستاتكس؟ هي الصعوبة اللي هتقابلها هي فكرة الفهم، يعني ان انت تفهم اصلا انت المفروض تعمل ايه، او المفروض انظم تمرين ازاي، او اتمرن كام يوم في الاسبوع. الكلام ده كله مش بتلاقيه في الدراية، مش اللي هو زي العلم مثلا انا بس. رايح الجيم هلعب وخلاص. احنا معانا فيديو. مش حكاية ان انا بروح مثلا الجيم عشان العب شوية رياضة وخلاص، لازم يبقى معايا كوتش بيفهمني الدنيا ماشية ازاي، هي نفس الموضوع النمط. الكوتش بيساعد جدا بالذات في اللعبة دي اكتر حتى من الحديد. يعني الحديد اسهل ان انت تفهمه من النت او من اي حاجة. برضو الكوتش مهم في الحديد، بس الموضوع اسهل قوي في الحديد، لان انت مجرد فهمت الحركة بتعمل ازاي صح، هتقدر بعد كده تفهم ازاي امتى ازود وزن او كده. لكن في الكاليستينكس انت انت وصلت للمرحلة دي في قد ايه يا كوتش؟ يعني اخد منك وقت قد ايه؟ ما انا هقول لحضرتك، انا مش بحب اضرب مثال بنفسي في موضوع الوقت، لان انا زي ما قلت لك قعدت فتره اللي هو زي بخبط، يعني بتعلم بجرب، ودي الفكره اللي انا بحاول امنعها او انقذ ناس منها في موضوع اليوتيوب ده، ان انا ببسط بقى المواضيع دي واجمعها لك في فيديو واحد. ممكن انا قعدت سنتين مثلا قبل ما فهمت بالظبط. المعلومات دي، بظبطها لك في دقيقتين. طيب فدي نقدر الميزه. نقول مثلا بعد بس ما انا فهمت الدنيا ماشية ازاي نقدر نحدد مدة. لو انت فاهم او معاك مدرب فاهم، يعني خلال سنة ممكن تظبط جسمك كشكل كويس جدا. بالنسبة للحركات او ان انت تبقى متقن قوي بقى الحركات الكاليستينكس، لا ممكن توصل معاك ان انت من بداية الصفر مثلا تقعد سنتين او سنة ونص على الاقل. طيب لو انا مبتدئة في البيت هبدأ اتابع الشانل بتاعتك وامشي على الخطوات، ايه المفروض ابدأ بيه؟ بص حضرتك، وانا في سلسلة عاملة مسميها سلسلة التمرين في البيت بدون أدوات للمبتدئين. دي سلسلة فعلا لو أنت يعني مالكش أي علاقة بأي حاجة، مجرد بس بتعرف تقوم من على السرير هتعرف تمشي عليها. همشي عليها هي هوصل اه هي للنتيجة اللي احنا شايفينها دي. اه هي السلسلة عبارة عن 12 فيديو لمدة 3 شهور. لا مش هتوصل للنتيجة دي على طول، أنت الفكرة كلها أن أنت يعني بس بقيس هحس مستواك. بفرق. هتحس فرق، وأنا الحمد لله في ناس كتير مشت عليها وكلمتني أن هم وصلوا الفرق. بس انت الفكره بتقيس مستواك كل 3 شهور. يعني في ناس للاسف بيروح الجيم شهر يقول انا ما حصلش حاجه يبقى انا كده خلاص فعلا. الدنيا انتهت. وفي ناس بتروح لا تتدرب غلط تلاقي جزء من جسمها اتظبط والجزء التاني بايظ. وحتى حضرتك لو انت بتتمرني صح خلال شهر واحد مش هتلاقي نتيجه ملحوظه، ما الواحد يعني بيزهق بقى بيقول طبيعي عادي. انا ما خسيتش، انا مش عارفه ايه، اي فبيقعد في بالظبط، البيت. الاستعجال هو ده اللي احنا بدأنا فيه بالفيديو الاولاني، فكره ناس مستعجله قوي على نتيجة. فده اللي بيخلي الناس تسيب الموضوع. يعني كل شويه حد يكلمني يقول لي انا بحط اهداف بس انا مش عارف اعملها. لانك بتحط هدف كبير قوي، حط هدف بسيط، قول انا هستمر شهر، قول يا عم انا مش قادر، قول انا هستمر اسبوع، قول انا هخس 2 كيلو في الشهر. يعني حتى لو ده هدف حاسه بسيط اعمله بس حققه وحس ان ده انجاز، هتلاقي نفسك قادر تبدا في حاجه تانية. لكن طول ما انت مركز انا عايز اقعد سنه في الجيم وعايز ابقى جامد جدا واعمل كل الحاجات دي بسرعه، طب عايزين مش نتكلم هتوصل. في نقطة مهمة جدا، تأثير الحالة النفسية. يعني لو أنا عندي إحباط، لو أنا عندي اكتئاب، لو أنا استحيل أقوم من مكاني وأعمل تمارين، مش ده ليه تأثير برضو؟ هي ما هو نفس يعني في نفس الفكرة اللي انا بكلم حضرتك فيها، ان هو الشخص غالبا الموضوع الرياضة اصلا مبدئيا يعني هو اصلا بيحسن نفسيتك، فكرة ان انت تتحرك اساسا. دي نقطة. النقطة التانية زي ما بقول لحضرتك، هو الناس بتحط اهداف كبيرة قوي، بالاضافه ان هو بيبقى رافض قوي اللي هو فيه ومش متقبله خالص. يعني انت محتاج تتقبل المرحله اللي انت فيها عشان تقدر تنقل على اللي بعدها. لكن طول ما انت مركز ان اللي انا فيه وحش ده ولازم يخلص دلوقتي ولازم اخس دلوقتي حالا ولازم عبال الصيف ابقى ظبطت كل حاجه، هتلاقي نفسك عندك شايل هم كبير قوي ومش هتعمل حاجه.
بسط الموضوع على نفسك، خد خطوه خطوه. انت بقالك سنين مثلا تخين او رفيع قوي او مش بتعمل اي حاجه، وعشت السنين دي عادي وعدت، فانت يعني خلاص قول انا هقعد سنتين كمان لغايه ما اظبط نفسي. طب ليها نظام غذائي معين نقدر نمشي عليه، ولا عادي بقى ياكل كل حاجه وكده كده هو بيعمل تمارين فهيخس لو حد تخين مثلا؟ هو التغذيه مهمه، بس الفكره الناس برضو للاسف مع الميديا والتركيز قوي على التغذيه بتاخد الموضوع قفش. يعني ايه اللي هو خلاص بقى انا هروح الجيم وانا لسه اول يوم في الجيم، يبقى يلا هبدا احسب بقى سعراتي ومش عارف اكل بالظبط واحسب كل، لا ما تعملش كده. دي حاجه حلوه بس دي بعد ما تبقى ظبطت خلاص تمرينك، ابدا ركز خلاص انا هظبط كمان الاكل بقى بالطريقه دي بطريقه الحسابات. لكن ابدا في الاول ان انت قلل، بس قلل النشويات، قلل المقليات، قلل السكريات الكتير، اظبط اكلك ان هو يبقى معظمه فاكهه وخضار، اعمل الخطوات البسيطه اللي انت يعني قادر تستمر عليها، بلاش اللي هو يلا بينا انا هعمل وهخس في شهرين. هي دي الطريقه اللي بتقفل الناس من الموضوع وبتحسس الناس ان الموضوع صعب. كابتن محمد، لو حد من المشاهدين حابب يتواصل معاك يقدر يتواصل عن طريق الفيسبوك، يقدر يتواصل على الفيسبوك او الانستجرام او الانستجرام او التشانل بتاعتك على اليوتيوب، يقدر طبعا هيستفاد جدا من الفيديوهات اللي موجوده. انا بشكرك جدا 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 على وجودك معانا. بس قبل ما اختم انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. مين مثلك الاعلى اللي انت عايز توصل له في اللي انت وصلت له دلوقتي، او مين مثلك الاعلى اللي انت عايز توصل له كمدرب فتنس تبقى زيه؟ هو والله انا فكره ان انا ما عنديش واحد معين، انا يعني متابع ناس كتير وباخد فايده من كذا حد، بس اللي انا اول ما بدات كان اللي محفزني جدا واحد اسمه مارك لورن. هو للاسف مش مشهور قوي، بس هو فعلا الراجل ده علمني حاجات كتير قوي من فيديوهاته بس. وواحد تاني اسمه فرانكي ميدرانو، ده مشهور ده معروف جدا. لكن الفكره انا زي ما قلت باخد من كل واحد الاستفاده اللي عجباني، مش بحب امشي على تراك شخص معين واقلده بالظبط او خلاص هو ده اللي انا هعمله، لا بحب ابقى انا حطيت زي وصمتي يعني في الموضوع. ان شاء الله نسمع عنك قريب وتشرفنا تاني. انا بشكرك جدا جدا على وجودك النهارده كابتن محمد البنبي مدرب الفتنس. للاسف خلص وقت ضيافه، بس ضيافه لسه مكمله ما خلصتش. استنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده وضيافه.